السلام عليكم. اليوم نروح القصبة تاع الجزائر العاصمة اللي نتعرف على العملية تاع الترميم والتجديد تاع دار البارود اللي كانت جزء من قلعة الجزائر اللي كانت تقع داخل القلعة تاع الجزائر، ما يسمى بقلعة الجزائر أو دار السلطان. إذا كان المقر الدولة الجزائرية أثناء الخلافة العثمانية لأكثر من 5 قرون. إذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول العملية تاع التجديد والترميم نتاع دار البارود اللي انتهت الأشغال بها، يعني الأشغال تاع الترميم انتهت. إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول دار البارود بقلعة الجزائر، والسلام عليكم. تتضمن قلعة الجزائر معلما لا يقل أهمية ولا جمالا. دار البارود، المكان الذي كان يتم فيه تخزين البارود والذخيرة للدفاع عن مدينة الجزائر. احنا متواجدين في دار البارود بودريير اللي تم ترميمها في اطار عمليه تنفيذ المخطط الدائم لحفظ القصبه. المكان موجود في على مستوى قلعه الجزائر. قلعه الجزائر اللي هو مكان ده عنده طابع تاريخي خاص، فيه عدة معالم تاريخية ديكسيلونس، منها قصر الداي. قصر الداي اللي حدث فيها حادث المروحة، قصر البايات، ودار البارود، مسجد الداي، مسجد الانكشاريين، وعدة معالم أخرى. إذا في إطار العملية للولاية اللي راهي صاحبة المشروع فيها، تم ترميم دار البارود ومسجد الداي اللي يعاودوا حنا للزوار السياح راهم لهنا يوميا يكونوا. العملية الترميم كذلك قصر الداي وقصر البيات راهي في طور الإنجاز، إن شاء الله قبل نهاية السنة هذه نكملوهم ونفتحوهم كذلك للزوار. أما الأماكن الأخرى تم تعيين مكتب دراسات اللي راهو يدير في الدراسة الكاملة تاع الأماكن، لي باستيون ديفونسيف، مسجد الإنكشاريين، وبعض المعالم الأخرى، هما في طور الدراسة على حوالي 6 شهور ولا نعينوا المؤسسات لترميم هذه الأماكن. وكذلك من الحاجة المهمة المساحات الخارجية، الحدائق اللي كانت في هذاك الوقت، في وقت الجزائر قبل الاستعمار، يتم ترميمها ويكون معلم ديكسيلونس لمدينة الجزائر ككل. تعتبر قلعة الجزائر بمعالمها وتراثها المادي واللامادي جزءا من التراث الثقافي لبلادنا، وهي تجذب إليها السياح بتاريخها الغني وموقعها الاستراتيجي الذي يوفر إطلالات رائعة على المدينة والبحر. أنا منبهرة بهذا المكان وبالأضواء والسكان والمعالم، لقد أحببت جدا هذا المكان وأشعر كأنني في حلم. كنت دائما مهتمة بزيارة الجزائر، خصوصا وأنني مهندسة معمارية. نحن سعيدون أنا وعائلتي ببدء رحلتنا من قلب مدينة الجزائر ومن هذه المدينة العتيقة. بدأنا رحلتنا من قلعة الجزائر، ونحن نستمتع حقا باكتشاف العاصمة من أعلى نزولا إلى الأسفل عبر أزقة القصبة. ترميم المعالم التاريخية في القصبة تعتبر أولوية ضمن المخطط الدائم للقطاع المحفوظ لقصبة الجزائر الذي تسهر عليه سلطات ولاية الجزائر، وهو يسعى للحفاظ على القيم التاريخية والثقافية لهذه المدينة العتيقة وجعلها قطبا سياحيا يستقطب إليه السياح من جميع أرجاء العالم.